اهلا بحضراتكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع وبنتابع مع حضراتكم رؤى ومواقف عدد من ممثلي وزعماء الدول الذين حضروا قمه القاهره للسلام السلام 2023 هذه القمه اللي انعقدت في العاصمه الاداريه الجديده السبت 21 اكتوبر طبعا يعني شارك في هذه القمه واحد 31 دوله وثلاث منظمات دوليه وزعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين وايضا الامارات وكمان يعني المملكه العربيه السعوديه والكويت والعراق وايطاليا وقبرص وسكرتير عام الامم المتحده انطونيو جوتريتش. طبعا في هذه القمه حضر يعني عدد من رؤساء وزراء بريطانيا وايطاليا واسبانيا كمان قبرص وتركيا والبرازيل وحضر المبعوث الخاص لدوله الصين وكمان حضر المبعوث الخاص الامريكي ووزير الشؤون الخارجيه المغربي ووزير خارجيه النرويج وكمان نائب وزير الخارجيه الروسي ورئيس المجلس الاوروبي طبعا يعني ابرز مقيل في هذه القمه وابرز تصريحات اهمها طبعا كان الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش واللي اكد يعني قال بشكل واضح وصريح انه حان الوقت لانهاء هذا الكابوس ويعني اكد شكره لمصر على دورها في انهاء معاناه قطاع غزه وجدد الدعوه لوقف اطلاق النار لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين وكمان يعني اكد اننا نحتاج لبذل المزيد من الجهود لتقديم المساعدات الانسانيه لسكان غزه ويجدد يعني وجد يعني مفارقه في رفح فمئات الشاحنات المحمله بالمؤن الغذائيه والطبيه هناك اشخاص بلا ماوى ولا دواء ولا غذاء يعني دي طبعا كانت ابرز تصريحات الامين العام للامم المتحده انطونيو جوتريتش هنشوف كمان تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن واللي اكد انه الشعب الفلسطيني بيواجه عدوان غاشم من قبل الاحتلال الاسرائيلي واستهداف المدنيين. كمان حذر من محاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج الاراضي الفلسطينيه الى دول اخرى يعني واكد اننا سنبقى صامدين على ارضنا ونطالب منذ اليوم الاول من الاعتداء الاسرائيلي على غزه بادخال المساعدات الانسانيه والتي قوبلت بالرفض يعني. هنشوف كمان تصريحات العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني واللي طالب بوقف اطلاق الحرب، وقف الحرب فورا على قطاع غزه وكمان وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على يعني اقامه هذه القمه، قمه القاهره للسلام وقال العاهل الاردني اذا وصلنا السير على طريق الصراع لن ينتج لن ينتج الا مزيد من الموت. وكمان وجه رساله لاسرائيل قال فيها انه العيش في السلام مع الفلسطينيين دون خوف ويجب وقف الحرب على غزه بشكل سريع. يعني. كمان ولي عهد الكويت شدد على استمرار تقديم المساعدات لسكان غزه وبيتابع بكل الم استمرار تطورات الاعتداءات الاسرائيليه على قطاع غزه وتقدم ايضا بالشكر الى الرئيس السيسي على عقد قمه القاهره للسلام. وقال كمان انه يجب الاستمرار في تقديم المساعدات الانسانيه لسكان غزه وانه الماساه الانسانيه في غزه نتيجه عدم التوصل لحل وسلام شامل وعادل. هنشوف كمان انه رئيس المجلس الرئاسي الليبي اكد انه بيقف مع مصر ضد تصفيه القضيه الفلسطينيه وقال انه يجب علينا جميعا العمل من اجل تحقيق السلام وحمايه الفلسطينيين. وقال انه يعني الهجوم على مستشفى المعمداني جريمه حرب واباده جماعيه. هنشوف كمان تصريحات رئيس وزراء اليونان واللي وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعوه لعقد قمه القاهره لي السلام وقال انه العقاب الجماعي امر محظور بقانون الحرب ويجب وقف بحر الدماء والتبعات السلبيه لهذه الحرب. وكمان يعني طالب بضروره تقديم المساعدات الانسانيه وتخفيف المعاناه عن سكان غزه. آه، كمان رئيس حكومه اسبانيا اكد انه يعني قمه القاهره يجب ان تكون البدايه وقال انه يجب على المجتمع الدولي دعم وصول المساعدات الى غزه وكمان يعني اعرب عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه آه القمه وقال انه قمه القاهره للسلام يجب ان تكون خطوه اولى نحو حدث تاريخي. هنشوف كمان وزير خارجيه تركيا هاكان فيدان اكد انه الاحتلال استهدف المدنيين في منازلهم وانه الاف المدنيين قتلوا الاف المدنيين قتلوا خلال العمليه العسكريه في فلسطين وكمان قطاع غزه في وسط ماساة ومذابح وليس هناك اي عذر من اجل تطبيق هذا العقاب على الشعب الفلسطيني كمان اكد انه الاحتلال الاسرائيلي استهدف المدنيين في منازلهم والمستشفيات في غزه. كمان تصريحات وزيرة خارجية فرنسا اللي أكدت أنه على إسرائيل الالتزام بحماية المدنيين وقالت كمان أن الرد الإسرائيلي يجب أن يكون عادل وينطبق على القانون الدولي ويتعين على إسرائيل حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني وكمان يعني أكدت أنه تم الإعلان عن عشرة ملايين يورو دعما ومساعدات إلى سكان غزة وقالت كمان نحن على استعداد لمضاعفة هذا الجهد من اجل المساعدات الانسانيه للفلسطينيين هنشوف كمان تصريحات وزيره خارجيه المانيا اللي قالت ان هناك الكثير من المدنيين في قطاع غزه يعانون بسبب عدم وصول المياه والمساعدات اليه طبعا وزيره خارجيه كندا قالت انه بلادنا اعلنت عن مساعدات بقيمه 10 ملايين يورو 10 ملايين دولار عفوا لصالح الشعب الفلسطيني وهنلاقي طبعا اهم ما جاء في هذه القمه وهي كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اكد انه تصفيه القضيه الفلسطينيه لن يحدث على حساب مصر، ويعني قال انه بنلتقي اليوم في اوقات صعبه تختبر عمق ايماننا بقيمه الانسان وحقه في الحياه وانه مصر تدين بوضوح كامل استهداف او قتل او ترويع المدنيين المسالمين، وقال برضو الرئيس السيسي نلتقي اليوم بالقاهره في اوقات صعبه وان شعوب العالم كله تترقب مواقفنا في هذه اللحظه التاريخيه الدقيقه. كمان اكد الرئيس السيسي أن مصر انخرطت في دخول المساعدات الانسانيه الى غزه الا ان القصف الاسرائيلي المتكرر حال دون ذلك وطالب بضروره توفير الحمايه الدوليه للشعب الفلسطيني وانه نهدف الى خارطه طريق لانهاء الماساه الانسانيه الحاليه ويجب الوصول الى حل وسلام شامل وعادل للقضيه الفلسطينيه. كمان الرئاسة رئاسة الجمهورية أصدرت بيان بمناسبة قمة القاهرة للسلام وأكدت أن مصر لن تقبل أبدا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية لكن أهم ما جاء في هذا البيان أن مصر سوف تحافظ دوما على موقفها الراسخ الدعم للحقوق الفلسطينية والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي لا حياد أو تراجع عنه حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في سلام وفي إطار سعي مصر نحو تحقيق تلك الأهداف السامية شدد بيان رئاسة الجمهورية بخصوص بخصوص قمة القاهرة للسلام إنه لن تقبل أبدا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة في المنطقة ولن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات مستعينة في ذلك بالله العظيم وبإرادة شعبها وعزيمته. يعني دي كانت أبرز وأهم المواقف والرؤى اللي قيلت خلال قمة القاهرة للسلام 2023 ومستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع. شكراً جزيلاً لحضراتكم.